أبونا في كتير ناس في هاي الأيام عندهم مخاوف وعندهم قلق من المجهول والمستقبل، إيش ممكن الرسالة اللي توجهها للمشاهدين؟ علشان نقدر ان احنا نبص لقدام لازم نرجع لورا ونشوف خبراتنا مع الله في السنين اللي فاتت، في القرون اللي فاتت، معاملاته مع البشر في الكتاب المقدس في كلمته، ولازم نكون ثابتين ويكون عندنا رجاء وإيمان. أنا عارف إن مش سهلة في الأيام دي هي، لأن طبعا في ناس فقدوا أحبائهم وناس جالهم المرض وفي ناس فقدوا يعني أشغالهم، ففي طبعا قلق. لكن لما نفتكر عمل ربنا في السنين اللي فاتت مع كل واحد واحدة مننا، دايما ننظر إن هو إله الرجاء وإله الخلاص، وهو في الآخر عايز خلاص نفوسنا. رب يريد أن الكل يخلصون معرفة الحق يقبلون. فأهم حاجة إن احنا نكون مركزين، يعني نكون عارفين فعلا اللي هي أهم حاجة، اللي هي خلاص نفوسنا، إن احنا ربنا كل الأشياء دي هتضاف إلينا. لكن لما نكون مركزين على الملكوت، ربنا هيعتني بكل التفاصيل التانية في حياتنا. لازم نعمل ولازم نعمل اللي علينا، لكن ياريت نرجع تاني لكل وعوده في الكتاب المقدس، نرجع لكل خبراته مع القديسين وقد ايه يعني ممكن ان هو فعلا يكون متاعب او مشاكل جسدية، لكن اهم حاجة ان هي نتنقى روحيا ويكون عينينا على السماء، بهذا ننال خلاص نفسنا.